علي. معكم الدكتورة مرام المصري، أخصائية تقويم أسنان وفكين من جامعة دمشق. اليوم رح يكون موضوعي بالمحاضرة التالية عن الجامي سمايل، أو ما يعرف بالابتسامة اللثوية. مثل ما بنعرف أنه المرضى حالياً صارت أكثر اهتماماتهم هي الحصول على الناحية الجمالية، وأكثر مطالبهم هي أنه يحصلوا على ابتسامة جميلة وجذابة، وبالتالي ظهور زائد للثة عند الابتسامة رح يسيء لهي الابتسامة. لهيك رح نحاول من خلال هي المحاضرة نعرف إمتى بتكون الابتسامة لثوية، شو هي أسبابها، كيف التشخيص الصحيح لهي الحالة وبالتالي المعالجة الصحيحة، إمتى بنستخدم الفيلر وإمتى بنلجأ للمعالجات التقويمية أو الجراحية. رح نحاول من خلال المحاضرة التالية نحكي ونجاوب عن هي الأسئلة. الابتسامة اللثوية لازم نعرف شو هي صفات الابتسامة الطبيعية. عادة خلال الابتسامة الطبيعية أو الناتشورال سمايل بيظهر من اللثة 1-2 ميلي بين الحواف السفلية للشفة العلوية والحواف العلوية اللثوية للأسنان الأمامية العلوية، والأسنان الأمامية لازم تظهر بشكل كامل أثناء الابتسامة. ولكن معظم أخصائي التقويم أو أطباء الأسنان بشكل عام بفضلوا أنه يوقف خط الابتسام عند الحواف اللثوية للأسنان الأمامية العلوية. إمتى بنقول عن الابتسامة اللثوية؟ بتصير الابتسامة لثوية أو غير جذابة إذا ظهر من اللثة أثناء الابتسام 4 ميلي أو أكثر. بهي الحالات يعتبروها أطباء الأسنان أو الناس بشكل عام أن ابتسامة غير جذابة. شو هي أسباب الابتسامة اللثوية؟ أول سبب ممكن يكون ناجم عن العظم، بنسمي هاي الحالات السكيليتال تايب. بهاي الحالة بيكون في عنا زيادة بالنمو العمودي للفك العلوي أو بروزه للأمام، وبالتالي رح تظهر اللثة بشكل أكبر أثناء الابتسامة. ثاني سبب ممكن يكون نتيجة تطاول الأسنان الأمامية العلوية أو رجوعها نحو الخلف أو نحو الناحية اللسانية، وبالتالي رح تنزل اللثة مع هي الأسنان ورح تظهر بشكل زائد أثناء الابتسامة. السبب الثالث ممكن يكون له علاقة بطول التاج السريري للأسنان الأمامية العلوية. ممكن ينقص هذا الطول بسبب إما انسحال هي الأسنان، أو أنه اللثة متضخمة بشكل زائد، أو أنه هي الأسنان ما تراجعت عنها اللثة بعد ما بزغت. السبب الرابع والخامس لهم علاقة بالشفة العلوية، إما أنه يكون في عنا قصر بطول الشفة العلوية وبالتالي رح تكون هي الشفة قصيرة وما رح تغطي الأسنان بشكل منيح ورح تظهر اللثة بشكل زائد أثناء الابتسام، أو أنه يكون في عنا زيادة لفعالية الشفة العلوية. العضلات الرافعة لهي الشفة رح تكون فعالة بشكل زائد أثناء الابتسام ورح ترفع لي إياها بشكل زيادة، وبالتالي رح تظهر اللثة أثناء الابتسامة بشكل واضح. هلا لما يجي لعنا مريض ونفحصه ونلاقي انه في عنده ابتسامة لثوية، رح تتخربط معنا كل هي الاسباب وما نعرف شو هو السبب الرئيسي. فلحتى نقدر نعالج هي الابتسامة بشكل صحيح لازم نعرف نشخص شو هو سبب الانكشاف الزائد للثة اثناء الابتسامة. الأولى لتشخيص الجامي سمايل هي تقييم علاقة الماكسيلاري انسايزرز بالشفة العلوية بوضع الراحة. عادة المريض بيكون مسكر شفايفه على بعضها بشكل بسيط، ولكن بوضع الراحة الشفاه حتكون متباعدة عن بعضها بشيء قليل ورح تظهر تحت الأسنان الأمامية. هلأ مقدار ظهور هي الأسنان هو مفتاح التشخيص لمعرفة سبب الابتسامة اللثوية.
بالوضع الطبيعي بيكون مقدار انكشاف الماكسيلري انسايزرز بوضع الراحة 3-4 ميلي، ومع التقدم بالعمر رح يقل انكشاف الأسنان العلوية ويزيد انكشاف الأسنان السفلية بوضع الراحة. إذا إجا لعنا مريض ولقينا أنه في عنده جامي سمايل، قيمنا علاقة الأسنان العلوية الأمامية بالشفة بوضع الراحة، فرح نكون قدام خيارين، إما أنه نلاقي أنه الانكشاف طبيعي يعني بمقدار 3-4 ميلي، فبهي الحالات رح يكون عنا سببين محتملين للجامي سمايل، إما أنه يكون في عنا هايبر موبيليتي أوف أبر ليب يعني فعالية زائدة بالشفة العلوية، بهي الحالة الشفة العلوية رح تكون طبيعية بوضع الراحة، لهيك انكشاف الأسنان رح يكون طبيعي ولكن فعاليتها زائدة عند الابتسام وبالتالي رح تسبب لنا جامي سمايل. والسبب الثاني انه يكون الكلينيكال كراون للاسنان الاماميه قصير لاحد الاسباب الثلاثه يلي ذكرناها، يلي هي اما اتريشن او جينجيفال انلارجمنت او ديليت باسيف ايربشن. اما الاسباب يلي رح ننفيها فهن الثلاثه، الفيرتيكال ماكسيلري اكسس والاوفر ايربشن اوف ماكسيلري انسايزرز. بهدول الحالتين اذا متطاول العظم او الاسنان اكيد رح يظهروا الاسنان بشكل زائد بوضع الراحه. والسبب الثالث يلي رح ننفيه هو الشورت أبر ليب، الشفة قصيرة سواء كانت بوقت الراحة أو الابتسام، وبالتالي انكشاف الأسنان الأمامية بوضع الراحة حيكون كبير بهي الحالة. إذا بهدول الأسباب الثلاثة انكشاف الأسنان الأمامية تحت الشفة بوضع الراحة حيكون أكبر من 4 ميلي. رح نبلش بالفرع الأول يلي بيكون فيه الماكسيلري انسايزرز ديسبلاي طبيعي بوضع الراحة. أول شيء زيادة فعالية الشفة العلوية، كيف رح نشخصها؟ رح نقيس مقدار ارتفاع الشفة العلوية من وضع الراحة وحتى وضع الابتسام. رح نرسم خط عند الشفة العلوية بوضع الراحة وبوضع الابتسام ونقيس المسافة بيناتهم. المعدل الطبيعي لارتفاع الشفة العلوية عند الابتسام هو 7-8 ميلي، وبتعتبر الشفة فعالة بشكل زائد إذا كان مقدار ارتفاعها أكبر من 9-10 ميلي. نسبة حدوث الابتسامة اللثوية أو الجامي سمايل الناجمة عن زيادة فعالية الشفة العلوية بيكون أكبر عند الإناث منه عند الذكور. السبب الثاني له علاقة بطول الأسنان السريري. عادة طول الماكسيلري سنترال انسايزرز عند البالغين بيكون بين 9-12 ميليمتر، وسطيا عند الذكور حيكون 10.6 وعند الإناث 9.5 ميلي، وبتكون النسبة المثالية للعرض إلى الطول بهي الأسنان 80%، يعني إذا كان عرض السن 8 ميلي فرح يكون الطول المثالي 10 ميلي. بالتالي رح نقيس عرض السن ونحدد إذا كان الطول مناسب معه أو لا. إذا كان الطول غير مناسب معناها الكلينيكال كراون عنا قصير، فعنا مثل ما حكينا أحد 3 احتمالات. الاحتمال الأول هو الاتريشن مثل ما حكينا، حنفحص الحواف القاطعة للماكسيلري انسايزرز، إذا كان ما فيها اهتراء أو ما فيها سحر فمعناها رح ننفي هذا السبب. الاحتمال الثاني هو الجينجيفال انلارجمنت، بعض الحالات بصير في عنا تضخم باللثة وبتصير واضحة بشكل كبير عند الابتسام نتيجة تجمع طبقة البليك أو سوء العناية الفموية، فبيصير في عنا التهابات باللثة وبتضخم بشكل زائد، أو أنه هي اللثة ممكن تكون متضخمة نتيجة استعمال بعض الأدوية مثل أدوية الصرع. التشخيص بيكون بأنه نفحص الحالة السريرية للثة إذا فيها نزيف أو لا، ونسأل المريض إذا كان عم ياخد أدوية ممكن تسبب تضخم لهي اللثة. والسبب الثالث يلي بيبين فيه طول الأسنان الأمامية قصير هو الديليت باسيف ايربشن أو تأخر تراجع اللثة عن الأسنان بعد بزوخها. أول شيء لازم نعرف أنه في عنا نوعين من البزوغ السني، الأكتيف إيربشن بهي الحالة السن بيبزغ نتيجة حركة السن بحد ذاته، هو رح يشق طريقه ضمن اللثة ويضل عم يبزغ لحد ما يوصل للسن المقابل لإله. أما النوع الثاني من البزوغ فهو الباسيف إيربشن، بهي الحالة اللثة هي يلي بتتراجع عن السن بالاتجاه الذروي وبالتالي بيظهر السن ضمن الحفرة الفموية. بهي الحالات اللثة رح تضل تتحرك بالاتجاه الذروي لحتى توقف بحدود 1 ميلي فوق الملتقى المينائي الملاطي أو بالاتجاه التاجي منه،
وإذا فشلت اللثة بالوصول للمستوى المطلوب بالنسبة للسيمنتو إنامل جانكشن رح نسمي هاي الحالات delayed passive eruption. إذن بالحالات اللي بيكون فيها طول التاج السريري قصير، إذا ما كان في عنا انسحال ولا تضخم لثوي، فالحالة هي سببها delayed passive eruption. وصلنا للفرع الثاني. بهي الحالة بيكون مقدار ظهور الأسنان الأمامية بوضع الراحة أكبر من 4 ميلي. إذا كان في عنا gummy smile لازم نتحرى الأسباب لثلاثة ونعمل تشخيص لإلها، لأنه ممكن تكون ناجمة عن أكثر من سبب من هي الأسباب مشتركة مع بعضها. أول شيء رح نفحص إذا كان المريض عنده زيادة بالنمو العمودي للفك العلوي من خلال إجراء فحص للتناسب العمودي للوجه بشكل عام. عادة الوجه بيكون مقسم إلى 3 أتلات متساوية، فإذا في عندي زيادة بالتلت السفلي من الوجه مقارنة بالتلتين العلوي والمتوسط، فمعناها في عنا زيادة بالنمو العمودي للفك العلوي. وممكن التأكد من خلال عمل صورة سيفالومترية من خلال إجراء تحليل التناسب الوجهي يلي بيكون فيه طول الوجه السفلي مقارنة بطول الوجه الكلي بيساوي 55%، فإذا زادت هاي النسبة رح يكون في عندي فرط نمو بالفك العلوي. وبالحالات يلي بيكون في عندي فيها زيادة بالتلت السفلي من الوجه، الشفاة حتكون غير متكافئة، يعني المريض حيكون في عنده صعوبة بإغلاق الفم، وإن سكرت الشفاة على بعضها فحتكون بشكل متوتر. التشخيص الثاني يلي رح نساوي هو فحص مستوى الإطباق. فالحالات يلي بيكون في عندي فيها تطاول بالأسنان الأمامية هيكون في عنا مستويين إطباق، مستوى إطباق أمامي ومستوى إطباق خلفي، بعكس حالات تطاول الفك العلوي يلي بيكون في عندي فيها مستوى إطباق واحد للأسنان الأمامية والخلفية. ومثل ما حكينا أنه بعض حالات الجامي سمايل بتكون ناجمة عن الميلان اللساني للأسنان الأمامية أو اللينجوال تورك، فلازم نعمل تشخيص لمحور هي الأسنان لحتى نشوف إن كانت مايلة أو لا. فممكن أنه تكون الأسنان الأمامية مايلة نحو الناحية اللسانية بدون ما تكون متطاولة، وهي سبب الجامي سمايل. والتشخيص الثالث حيكون لقياس طول الشفة العلوية. بنقيس طولها من نقطة تحت الأنف أو السبنازال وحتى أسفل نقطة على الشفة العلوية. عادة القياس الطبيعي للشفة العلوية بيكون بين 22 و 24 ميلي عند الذكور وال 20 ل 22 ميلي عند الإناث. تعتبر الشفة قصيرة إذا كان طولها أصغر من 20 ميلي، وبهي الحالات مثل ما حكينا حيزيد ظهور الأسنان الأمامية بوضع الراحة. وبالحالات الطبيعية بيكون طول الشفة العلوية في منطقة الخط المتوسط مساوي لطولها في المنطقتين الجانبيتين بوضع الراحة، ولكن إذا كان في عندي قصر بطول الشفة العلوية رح يكون منطقة الخط المتوسط أقصر من طولها بالمنطقتين الجانبيتين، وبالتالي حيبين خط الشفة العلوية بشكل معكوس أو مقلوب. وبالنهاية مثل ما حكينا لازم يتذكر طبيب الأسنان أنه ممكن يكون في عنا أكثر من سبب مشترك للابتسامة اللثوية، فإذا اتبعنا البروتوكول السابق بالتشخيص ممكن نعرف شو هو السبب أو مجموعة الأسباب يلي عم تؤدي لظهور زائد للثة أثناء الابتسامة. وصلنا لمعالجة الابتسامة اللثوية. رح تختلف وسائل المعالجة باختلاف السبب يلي أدى لظهور زايد للثة أثناء الابتسام. خيارات المعالجة رح تكون إما الإجراءات يلي بتهدف لإطالة التاج السريري أو الرفع الجراحي للفك العلوي أو غرز الأسنان الأمامية تقويمياً، وبالأخير العمليات يلي بتجرى على الشفة العلوية لتجنب ارتفاعها الزائد عند الابتسام، إما عن طريق استخدام الفيلر أو البوتوكس أو بعملية إنزال الشفة العلوية جراحياً. رح نبلش أول شيء بالحالات يلي فحصناها ولقينا أنه في عنا زيادة بفعالية الشفة العلوية. هون المعالجة رح تكون أحد خيارين، إما استخدام البوتوكس أو الفيلر أو عملية إنزال الشفة العلوية جراحياً أو ما يسمى السيرجيكال ليب ريبوزيشنينج. عملية إنزال الشفة العلوية هي عمل جراحي بيتم تحت التخدير الموضعي
ينعمل شق جراحي أول عند الموكوجينجيفال جانكشن من الفيرست مولر اليمين إلى الفيرست مولر اليسار، والشق الجراحي الثاني بينعمل أعلى منه بمقدار 10 أو 12 ميلي ضمن المخاطية المبطنة للشفة، وبيلتقوا الشقين مع بعض عند الجانبين، وما منقرب من خلال الشق على الماكسيلاري لابيال فرينوم. وبعدها بيتم خياطة الشقين مع بعض باستخدام الخيوط الجراحية، وبهيك بيكون عملنا إنزال لمنطقة التقاء اللثة مع الشفة، وبالتالي حيقل ظهور اللثة أثناء الابتسام. أما الخيار الثاني فهو استخدام البوتوكس أو البوتولينيوم توكسين فيلر. الغاية من حقن البوتوكس هو إضعاف أو تثبيط عمل العضلات الرافعة للشفة العلوية، وبالتالي تمكين هي الشفة من الانزياح نحو الأسفل للتقليل من ظهور اللثة أثناء الابتسامة. رح يتم حقن البوتوكس بأماكن ارتكاز العضلات الرافعة للشفة العلوية بأربع مناطق رئيسية. الحقن عند النقطتين يلي جانب الأنف رح يؤدي لخفض المناطق الجانبية من الشفة، أما الحقن بالمنطقتين يلي تحت الأنف فالغاية منهم هي خفض المنطقة المتوسطة من الشفة. معالجة الابتسامة اللثوية باستخدام البوتوكس صارت شائعة، فهي ما بتحتاج لتخدير وغير مؤلمة، ولكن مشكلتها أنها غير دائمة ومعرضة للنكس، فالنتائج ممكن تدوم بين 3 أو 6 أشهر، وبالتالي المريض ممكن يحتاج أنه يعيدها كل فترة. الثاني للمعالجة هو إطالة التاج السريري أو الكراون لينكتنينج. فإن كان سبب قصر طول التاج السريري ناجم عن الانسحال للحواف القاطعة، فلازم أول شيء لمعالجته نعرف شو هو سبب هذا الانسحال. هل هو بسبب علاقات إطباقية خاطئة أو ازدحام الأسنان أو مشاكل مرضية عند المريض مثل الصرير على الأسنان؟ بعد ما عالجنا السبب يلي أدى إلى انسحال السن، لازم نعوض أو نرمم الجزء يلي ضاع من السن عن طريق إما الحشوات أو التركيبات على حسب شدة الانسحال يلي موجود. الحالات يلي بيكون في عنا فيها ضخامة لثوية، معالجتها بتكون عن طريق التركيز على الصحة الفموية وإجراء معالجات لثوية لإزالة طبقة البليك. بعض حالات الضخامات اللثوية الناجمة عن الأدوية ممكن السيطرة على تضخم اللثة وضبطها من خلال المحافظة على صحة فموية جيدة والسيطرة على طبقة البليك من أنه تتجمع على الأسنان من خلال المراجعات والزيارات الدورية للطبيب. لازم بهي الحالات يكون في عنا موعد زيارة للطبيب كل شهر أو 3 أشهر بالاعتماد على شدة الضخامة اللثوية الموجودة، بالإضافة إلى إعطاء المريض التعليمات الصحيحة للعناية باللثة والأسنان. بهي الحالة ما بنكون في عنا حاجة لإيقاف أو تغيير الأدوية المسببة للضخامات اللثوية، ولكن بعض الأدوية المسببة للضخامات اللثوية ممكن ما تستجيب كتير لحالات السيطرة على الصحة الفموية وطبقة البليك. لذلك بهي الحالات من الضروري على المريض أنه يزور طبيبه لحتى يستبدل الدواء يلي عم يسبب الضخامات اللثوية بنوع تاني إلى أن نتمكن من السيطرة على الصحة الفموية والضخامات الموجودة. وبعد السيطرة على الصحة الفموية ممكن ببعض الحالات أنه نحتاج إجراء جراحة لثوية لإزالة الضخامات الموجودة. معالجة الحالات الناجمة عن الديليت باسيف إيريبشن إلى أكثر من خيار، إما قص للثة أو رفع الشريحة ذروياً مع إجراء قص للعظم. يلي بيحدد خيار المعالجة هو المسافة بين الحافة اللثوية وقمة العظم السنخي أو الألفيولار كريست. بالحالات الطبيعية بتكون هي المسافة 3 ميلي، 1 ميلي منها هو عمق للميزاب اللثوي و2 ميلي ارتباط للثة بالسن، وبتتسمى البيولوجيك ويدث. المعالجة الأولى واللي هي قص اللثة بتستخدم بالحالات اللي بيكون فيها المسافة بين الحافة اللثوية وقمة العظم السنخي 5 ميلي أو أكثر. فبهي الحالات ممكن نعمل إزالة للثة 2 ميلي، ومع هيك يبقى عنا مسافة كافية لتشكيل عمق للميزاب اللثوي. أما الشريحة اللثوية المزاحة ذروياً مع قص العظم تستخدم لما بيكون المسافة بين الحافة اللثوية وقمة العظم 3 ميلي فقط.
فبهي الحالات بكون التاج قصير، وإذا عملنا بس قطع للثة المسافة المتبقية ما حتكون كافية لتشكيل البيولوجيك ويث. إذن رح نعمل سبر للنسوج حول السنية ونقرر أي من الخيارين رح نختار. متى ما حددنا الخيار الصحيح للمعالجة لازم نعرف مقدار قطع اللثة المطلوب أو الخاطية اللي رح توقف عنده اللثة. يلي بيحدد هالشي هو طول التاج السريري المثالي، وبنحصل عليه من خلال تناسب طول وعرض الأسنان الأمامية. عادة نسبة العرض على الطول هي 80%، فإذا قسنا عرض الأسنان رح نقدر نحدد الطول المثالي وعلى أساسه نحدد مكان توقف اللثة. ممكن نعمل للمريض دايوجنوستيك كاست وبنعمل عليه واكس اب او تشميع للاسنان بالطول المناسب، وبعدها رح نعمل صفيحه فاكيوم ونقصها عند الطول المناسب، ونستخدم هاي الصفيحه كسيرجيكال تيمبليت اثناء عمليه قص اللثه لضمان الوصول الى الطول المناسب. وصلنا للحالات الناجمة عن فرط النمو العمودي للفك العلوي. هاي الحالات بتختلف معالجتها باختلاف عمر المريض، فإن كان عمر المريض صغير أو بطور النمو ممكن أنه نعدل النمو بدون ما نحتاج الجراحة من خلال استخدام الأجهزة الكابحة للفك العلوي مثل الهيد جير. منطبق من خلال هذا الجهاز قوة كبيرة على العظم بتعاكس اتجاه النمو، وبالتالي ممكن تكبح نمو الفك العلوي وتسبب تعديل وغرز للفك العلوي. أما الحالات اللي تجاوز المريض فيها عمر النمو بتكون المعالجة حصراً جراحية من خلال عملية الرفع الجراحي للفك العلوي. بهي الحالة العملية الجراحية بتجرى من داخل الفم، وبيتم فيها قطع الفك العلوي وإزالة قطعة عظمية، ومن ثم ربط الفك العلوي مع عظم الوجه عن طريق صفائح معدنية. الكمية اللازمة لرفع الفك العلوي ما بنعتمد فيها على مقدار الابتسامة اللثوية، وإنما على مقدار ظهور الأسنان الأمامية بوضع الراحة. فإذا كان كمية ظهور الأسنان بوضع الراحة 6 ميلي، فالمطلوب هو رفع الفك العلوي 4 ميلي من الأمام. معالجة حالات تطاول الأسنان الأمامية أو الميلان الحنكي بتكون عن طريق تركيب الجهاز التقويمي واستخدام وسائل غرز الأسنان الأمامية. هاي الأسلاك بتستخدم لتطبيق قوة غارزة على الأسنان الأمامية أو عمل إنتروجن مثل سيليك بورستون أو قوس ريكتس الغارز، أو حتى ممكن الاستفادة من الزريعات أو الميني إمبلانس يلي بتتوضع بين جذور القواطع الأمامية ومنطبق من خلال نابض مرن قوة غارزة على الأسنان. تصحيح الميلان الحنكي للأسنان الأمامية بيتم من خلال استخدام الأسلاك المضلعة أو الريكتانجولار وايرز ضمن البريسز. لما بيدخل هذا السلك ضمن شق الحاصرة رح يسبب تطبيق قوة تورك على الأسنان حتأدي إلى ميلان التاج نحو الناحية الدهليزية. آخر سبب للابتسامة اللثوية ممكن يكون ناجم عن قصر طول الشفة العلوية. بهي الحالة المعالجة ممكن تكون إما عن طريق عملية إنزال الشفة العلوية يلي ذكرناها سابقاً، أو عن طريق استخدام الفيلر لملء الشفة العلوية، وبالتالي بتعطيها حجم أكبر وممكن تغطي اللثة وما تبين أثناء الابتسامة. وهيك بنكون ذكرنا أبرز الطرق المستخدمة لمعالجة الابتسامة اللثوية، وما ننسى أنه ممكن نستخدم أكثر من طريقة للمعالجة إذا كان في عندي أكثر من سبب للابتسامة اللثوية. و
وبالتالي بنكون وصلنا بنهاية المحاضرة للنتيجة المرجوة، وهي معرفة أنه ما في خيار أفضل من خيار للمعالجة، سواء الفيلر أو الجراحة أو المعالجة التقويمية، هي معالجات مختلفة لأسباب مختلفة، ونعرفنا السبب الصحيح رح نقدر نقدم المعالجة الأمثل.